الباحثون السوريون، العلم بأبجدية عربية. متى يحدث الزلزال القادم؟ شهدت المنطقة عديدا من الهزات الأرضية في الآونة الأخيرة، مشعلة بذلك موجة من التنبؤات والافتراضات عما يمكن أن يحدث في الفترة القادمة. وبعيدا عن كلام المنجمين الذي لا أساس له من الصحة، ماذا يقول العلم؟ وهل هناك طريقة مؤكدة لتوقع حدوث الزلزال؟ الزلازل هي اهتزازات تصيب سطح الأرض ناتجة عن حركة الصفائح التكتونية في باطن الأرض، ففي حين تنزلق بعض الصفائح فوق الأخرى بسلاسة وهدوء دون أن نشعر بها، ينزلق بعضها الآخر بقوة مسببا هزات عنيفة جدا، وقد تمتد هذه الانزلاقات من بضع مئات من الأمتار إلى 1000 كيلومتر، حتى إن بعض الزلازل تحدث بتأثير زلازل أخرى شديدة حدثت بالفعل على بعد آلاف الكيلومترات. وعبر رابط المقال في صندوق الوصف يمكنكم أعزائي المستمعين مشاهدة خريطة الزلازل جميعها التي حدثت بين عامي 1970 و2014، وتجاوزت شدتها 6 درجات على مقياس ريختر. وتسمى المناطق التي تحدث فيها الغالبية العظمى من الزلازل بحزام الزلازل، الذي يمثل نطاق المناطق من سطح الأرض التي يتركز فيها النشاط الزلزالي. وجمعت البيانات من موقع مكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث باستخدام خريطة أساسية من مجموعة بيانات Natural Earth Data متاحة للاستخدام العام، ثم العمل عليها باستخدام تطبيق QGIS. ولأن الزلازل والهزات الأرضية تحدث دون سابق إنذار، يعمل العلماء في سياق تحديد ماهية الزلازل وأسباب حدوثها على إيجاد طريقة تساعد على التنبؤ بها، لعل ذلك يتيح الوقت الكافي لإجلاء السكان وتقليل الخسائر قدر المستطاع. وفي هذا الصدد تقر هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية USGS أنه لا يوجد أحد من العلماء تمكن من توقع حدوث زلزال كبير من قبل، وأننا غير قادرين حتى الآن على تحديد عناصر التنبؤ الثلاثة الأساسية للزلزال القادم المحتمل الحدوث، المتمثلة في موعده ومكانه وحجمه. ولا يمكن للتنبؤات العامة أن تصيب الحقيقة فيما يتعلق بوقوع زلزال في منطقة معينة، لكونها لا تستند إلى أي دليل علمي يغطي العناصر الثلاثة المذكورة آنفا. بل إن مثل هذه التوقعات التي قد نسمعها هنا وهناك تستند إلى أنها قد تصيب على نحو ما، إذ من المحتمل دوما وقوع مثل هذه الظواهر الطبيعية، فهم إذن يطلقون كلاما عاما ليس له أساس علمي. في الوقت ذاته يطرح بعض العلماء وجهة نظر تقول بأن الزلازل لا تحدث دائما فجأة، إذ إنما يصل بين 10% إلى 30% من الزلازل الكبيرة قد سبقتها بأيام أو شهور هزات أرضية ارتجاجية، مؤكدين بذلك أن الهزات المتكررة قد تكون العرض المبدئي المنذر بحدوث الزلزال الرئيسي، وبذلك فهي تمثل إشارة لما هو قادم. ويمني هذا القسم من العلماء النفس بأن قياس كل العوامل الفيزيائية للقشرة الأرضية سيؤدي إلى إمكانية التنبؤ مستقبلاً بحدوث الزلازل الكبيرة، أو حتى توقع الهزات الأرضية السابقة حدوث الزلزال الرئيسي نفسه. ولكن هل يمكن أن يكون الحل بمزيد من الدراسات الجيوفيزيائية فقط؟ حاول العلماء وبعض مختصي الزلازل لا سيما في الصين واليابان على مدى مئات السنين مراقبة السلوك الغريب لبعض الحيوانات البرية والمنزلية قبل وقوع الزلازل، لكونها تعطي مؤشراً أولياً يسبق حدوث الزلازل. ولعل زلزال عام 1975 في مدينة هاي تشينغ في الصين خير مثال على ذلك، إذ أخذ شذوذ سلوك بعض الحيوانات على محمل الجد، وأخليت المدينة جزئياً قبل وقوع الزلزال المدمر، مما أسهم في حفظ آلاف الأرواح. ويعزو العلماء هذا التصرف إلى وجود إشارات صوتية ناتجة عن حركة القشرة الأرضية يمكن للحيوانات على عكس البشر سماعها نتيجة استجابتها لاهتزازات بعض الأسطح كالأسطح المعدنية والزجاجية، وهي التي تهتز بدورها استجابة للاهتزازات الناتجة عن مرور التيارات الكهربائية بسبب تشوه المجال الكهرومغناطيسي للأرض،
المرتبط ارتباطا وثيقا بحركة القشرة الأرضية أيضا، لكن العلماء لا يستبعدون وجود تناقضات في هذا التنبؤ. يمكننا القول باختصار أنه حتى اليوم لا توجد أي آلية واضحة للتنبؤ بمكان الزلزال القادم أو موعده أو حتى شدته، ولكن تاريخنا البشري يؤكد أننا حتى اليوم قد تجاوزنا العديد من العقبات في مواجهة الكوارث الطبيعية التي حدثت وستحدث، وأننا عندما نجد الحل فذلك قطعا لن يكون على يد أحد المنجمين.